وينضم معنا من بغداد الباحث في الشأن السياسي نبيل العزاوي. مرحبا بك سيد العزاوي. يعني ما الذي يجري برأيك موضوع محافظ نينوى والحراك لانتخابات رئيس البرلمان والإصرار أيضا على إجراء الانتخابات بموعدها في كل مرة؟ ممكن السؤال أستاذ وجدان؟ نعم أرحب بك من جديد. سؤالي نعم تسمعني الآن؟ نعم. ما الذي يجري برأيك في موضوع محافظ نينوى والحراك لانتخابات رئيس البرلمان أيضا والإصرار على إجراء الانتخابات بموعدها المحدد في كل مرة؟ أولا تحية لحضرتك وإلى كل مشاهديكم الكرام. أكيد هنالك يعني قبل الانتخابات كان المفروض أن نسمع أو نرى أن هنالك هدوءا سياسيا، لكن ما جرى في قضية يعني إبعاد السيد الحلبوسي، وكذلك اليوم قبل يومين كان هنالك يعني استقالة لمحافظ نينوى، أكيد هنالك يعني يمكن أن تكون تبعات. أنا بس بتقديري أكو قضية جدا مهمة، هو أنه الكل اليوم يعني حتى السيد الحلبوسي اليوم في زياراته في ندواته في المؤتمرات التي يعقدها يحث على إجراء الانتخابات في موعدها وعلى الذهاب مهما حتى يعني بعد قرار المحكمة الاتحادية، باعتبار أن هذه الانتخابات هي مهمة جدا وهي مفصلية يعني، وأن لا يعني تكون هذه الأمور التي حصلت تؤثر على هذه الانتخابات، باعتبار أن اليوم يعني احنا تقريبا ننتظر هذه الانتخابات أكثر من 10 سنوات. لذلك أعتقد أن هذه الانتخابات ستكون انتخابات كبيرة، وخاصة في هذه المحافظات، حتى في محافظة نينوى والأنبار وكذلك حتى في بغداد ستكون هنالك انتخابات، باعتبار أن المؤشرات تقول أن هنالك اليوم المزاج تغير، خصوصا أن المواطن ما عاد يقبل بأنصاف الحلول، يحتاج إلى خدمات حقيقية من خلال المجلس. هذا المجلس لديه هوية سياسية، ولذلك تتحمل الجهات المسؤولة عن تعيين هذا المحافظ، لأن هنالك يعني شابت العملية القبلها كثير من إهدار المليارات، وبالتالي نحتاج إلى تشخيص العلل، وأن لا تكون الأموال التي أهدرت بالمليارات أن تكون موجودة خلال الفترة القليلة القادمة، لأن أنا أشوف هذه الانتخابات هي مفصلية، إما أن نعزز الثقة أو نفقد الثقة بالعملية السياسية بتاتا، خصوصا أن بعد هذه الانتخابات ستكون انتخابات برلمانية. فالكل أشوفه متعاضد، الكل متكاتف اليوم لأن تكون هذه انتخابات متغيرة بالشكل والمضمون، وأن تكون هنالك، وحتى المفوضية اليوم أكدت على إجرائها في الوقت الموحد في الوقت المحدد لها، وبالتالي أنا أعتقد أننا في انتظار هذه الأسابيع القليلة، وبالتالي نشهد انتخابات وستكون أنا بتقدير انتخابات واسعة، وكثافة يعني الذهاب ستكون يعني مؤشر كبير لهذه الانتخابات. نعم، يعني سيد عزاوي ذكرت أن هناك بالفعل هناك شيء في الخفاء أو يجري خلف الكواليس مع كل إصرار على إجراء الانتخابات، يعني هل تعتقد أنها ستجرى؟ إذا تحرك اليوم الشارع جماهيريا خصوصا من قبل التيار الصدري والمقاطعين للانتخابات؟ سيد عزاوي تسمعوني؟ نعم، أنا أعتقد أن غياب التيار الصدري سيعني طبعا أكيد سيؤثر على العملية وتبعات هذه العملية الانتخابية، خصوصا أن هذا الركن هو من أعمدة البيت الشيعي وهو من مؤسس أصلا العملية السياسية، لذلك ابتعاد التيار الصدري سيؤثر على العملية. لكن أكو بالجانب الآخر هنالك استحقاقات، يعني مثلا هنالك استحقاق للمكون الكردي، المكون الكردي يحتاج الانتخابات أن تجري في كركوك، يعني كركوك ما ممكن أن يعني أن تلغى الانتخابات أو تؤجل بها، لأن من 2005 لم تشهد انتخابات، لذلك هنالك توجه لأن تكون هذه الانتخابات مع غياب التيار الصدري ومع الغياب بعض الجهات المقاطعة، لكن هنالك بقبالها جهات من الإطار التنسيقي من الأكراد من السنة متجهين لأن تكون هذه الانتخابات، تختلف عن الانتخابات السابقة، ولكن بتقديري أن يجب أن تكون هنالك حقيقة متغيرات، يعني أن مجلس المحافظة الذي سينتخب عليه أن لا يسلك نفس السلوك الذي سلكته المجالس السابقة وكان هدرا بالمليارات ولم تكن هنالك رؤية ولا إرادة ولا تخطيط، لذلك كانت هنالك هوة كبيرة ولذلك اعتبره حلقة زائدة، وكانت قضية تشرين وألغي
ألغيت ثم أعيدت بالدستور العراقي موجودة، ولذلك يعني أعيدت دستوريا. أعتقد أنه يجب أن يستخلص من كل المرحلة السابقة، وأن تكون هنالك عقلية تختلف عن العقلية التي سبقت، وأن تكون هنالك جهات تستوعب هذا الدرس الذي حصل وتقدم خدمة حقيقية ليست خدمة ورقية، وبالتالي عليها أن تستثمر هذا الهدوء الذي حصل قبل يعني من أكثر من سنة من تشكيل الحكومة، وبالتالي عليهم أن يتعاونوا في تقديم الخدمة، وإلا أنا أعتقد فهي فرصة مهمة وفرصة يمكن أن لا تتكرر، خصوصا أننا يعني الكل يقول بأن الانتخابات ستكون في موعدها، وهذا ما حددته المفوضية وحدده كذلك رئيس الوزراء، وقال يعني ندعم هذه الانتخابات من حيث الأمور اللوجستية، وكذلك سنوفر الحماية الأمنية لكل المراكز الانتخابية. طيب اليوم في الوضع الإقليمي والرد الأمريكي على الفصائل مؤخرا، هل برأيك تشهد العملية السياسية أي متغيرات؟ حقيقة يعني احنا بوضع يعني أكيد بوضع متغيرات كبيرة، إحنا جزء من الشرق الأوسط، نؤثر ونتغير في الأمور التي حصلت خصوصا بعد أحداث غزة. العراق كان يعني داخل المحور الصراع باعتبار أن هنالك فصائل قد قصفت القواعد الأمريكية، وبالتالي وهنالك رد جاء من السيد السوداني يعني امتعض من هذا الأمر باعتبار أن تربطنا اتفاقية استراتيجية مع الولايات المتحدة. لكن كل هذا أنا أعتقد يعني بعد هدوء قضية غزة وبعد أن كانت هنالك هدنة ومددت ليومين، بالتأكيد هنالك كل المجريات تقول وكل التوقعات أن أحداث غزة ذاهبة لأن تكون هنالك نهايات ويجب أن يتوقف هذا العدوان. بالتالي هذا سيؤثر أكيد على الداخل العراقي، ويمكن أن تتوحد كل القيادات وحتى الفصائل، وأن تكون رؤية حقيقية في بلورة واقع سياسي جديد. المواطن العراقي أكثر ما يهمه هي لماذا هذه المليارات تهمل؟ احنا عندنا 199 تريليون دينار، كيف توظف هذه المليارات؟ صحيح اليوم يعني اكو مشاريع، لمس المواطن مشاريع، لمس اكو متغيرات، اكو سله غذائيه توزع بانتظام، حفظت الفقير من ارتفاع الدولار، وتدري تقلبات السوق لولا هذه السله كانت هنالك مشاكل كبيره. لذلك اعتقد كذلك يجب على المتصدي للمشهد ان يعي خطوره الاوضاع، يعني احنا باليوم المر بازمات كبيره، أزمة الغذاء العالمية، أزمة المناخ، أزمة يعني المياه. يعني في ظل هذا سيد يعني هذه الأزمات المتتالية، اليوم العراق يعيش في مرحلة قد تكون ضبابية بعض الشيء بسبب انتظار المجهول أو التخوف من المستقبل، يعني كيف تعلق على ذلك؟ وأنت ذكرت أيضا هناك غدر بالمليارات، وهناك مشاريع، وهناك أيضا فصائل وغيرها. يعني المفروض حكومة السيد السوداني باعتبار أنها حكومة جاءت بفعل أن تكون هذه الحكومة هي تغير الأوضاع، وغيرت نوع من الأوضاع، وسماها السيد السوداني حكومة الحكومة المنتجة وليست حكومة يعني أقوال فقط. بالتالي نحتاج إلى بلورة هذه الأمور إلى أرض الواقع، وإلا أنا أعتقد العراق يعني مهم جدا أن يتحول من ملعب إلى لاعب مهم في المنطقة، مهم ترتكز عليه كثير من الدول، تحاول الدول أن تحل مشاكلها داخل العراق، وحدثت هنالك مشكلات حلت، يعني قضية طهران وقضية السعودية حلت، إعادة سوريا للجامعة العربية حلت. لذلك هذه الوضعية الجديدة التي يعني يحملها العراق بالتسامح، وأن تكون هنالك علاقات مع الكل، هذا يجب أن يفهم من الكل، من كل الذين يعني من كل الفواعل السياسية، باعتبار أن العراق قد تغير خصوصا في هذه الفترة وخرج من مرحلة إلى مرحلة. لكن على الكتل السياسية أن تتحد في إيجاد حلول، يعني إحنا لحد الآن أكو حلول غير مكتملة الأركان، يعني قضية الرواتب الإقليم لا زالت يعني ما لحد الآن لا توجد يعني وحدة قرار في حل هذه القضية. لدينا الورقة السياسية بها المادة 140 وقضية النفط والغاز، قضية المغيبين في السجون لحد الآن لا نعرف لماذا، وهذا كله كان المفروض يحل خلال أقل من سنة. لذلك أنا أعتقد يجب أن تكون هنالك رؤية، خصوصا أن السيد مسعود برزاني قال يجب بالاتفاق والتوازن والشراكة نحل هذه الأمور، وهذا حتى السيد السوداني يعني قد
تشاطر مع السيد البرزاني وتشاطر مع الكل أن تكون نهايات حقيقية، لكن أنا أعتقد هنالك من يحاول أن يخلط الأوراق ولا أن تكون هنالك نهايات. لذلك هذه الانتخابات إن حدثت وإن نجحت أعتقد سنؤسس لمرحلة جديدة في حل كل القضايا الخلافية التي شابت العملية السياسية من مهاترات ومناكفات سياسية، ولم يفلح المواطن إلا أن يدفع الضرائب يعني الأثمان. لذلك العراق في هذا الوضع اليوم أنا أعتقد يستطيع أن يحل مشاكله، قادر على أن يعيد ترتيب نفسه إذا كانت النية والإرادة موجودة، وأعتقد أن النية والإرادة موجودة باعتبار أن المتغيرات تحتم على العراق أن يغير من واقعه وسلوكه السياسي ويعيد نفسه كلاعب جيوسياسي في المنطقة. ولذلك كل الفواعل مجتمعة عليها أن تهيئ لإنجاح هذه الانتخابات، لأنها هي التي تصدت وهي التي ذهبت لأن تكون هذه الانتخابات رغم المقاطعة العلنية من التيار الصدري، ولذلك هي يعني بوابة لأن يثبتون للتيار الصدري بأن هذه الانتخابات مهمة، وهذه الانتخابات يمكن أن يشترك بعد ذلك التيار الصدري بالانتخابات البرلمانية إذا كانت هنالك جدية وواقع قراءة صحيحة من الكل. فمو مشكلة يعني إذا جرت بدون التيار الصدري، ولكن أن تجرى بصورة صحيحة ومخرجات صحيحة تعطي انطباعا للتيار الصدري بأنهم يمكن أن يعودوا للعملية السياسية، لأن هنالك نية ويعني أكو إرادة جديدة تنئي بالبلد من الأزمات وأن تكون هنالك يعني نهايات لهذه المشكلات التي حصلت لأكثر من 20 سنة. نعم، الباحث في الشأن السياسي من بغداد نبيل العزاوي، شكرا جزيلا لك.